الرحمن الرحيم. حصة الأحياء لطلبة الصف العاشر اليوم إن شاء الله يا عاشر رح نكمل في تركيب النباتات البذرية خاصة النباتات الزهرية. في البداية اللي حكينا احنا في الحصة السابقة عن أثر الإشعاعات الفضائية على نمو وسرعة إنبات البذور، قام العلماء بتجربة، أخذوا في كيس مجموعة من البذور وضعوها في قمر صناعي دار حول الأرض لمدة 6 سنوات، بعد ذلك تم إرجاع هذه البذور على الأرض وزراعتها. لاحظ علماء النبات أن هذه البذور التي تعرضت إلى الإشعاعات الفضائية نمت بمعدل أسرع من البذور التي لم تتعرض إلى الإشعاعات الفضائية، حتى أن نوعية الثمار التي أنتجت منها كانت أفضل من البذور الموجودة التي لم تتعرض إلى هذه الإشعاعات الفضائية. اليوم إن شاء الله تعالى رح نتحدث عن الجزء الأخير من أجزاء النباتات البذرية وهي الثمرة. طبعاً إحنا في الحصة السابقة لما تعرفنا إلى أجزاء الزهرة حكينا إنه الزهرة بتكون من سبلات، مكونة من بتلات، ومكونة من أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث. أعضاء التذكير هي عبارة عن بتم إنتاج فيها الجاميتات الذكرية خاصة حبوب اللقاح، أما عضو التأنيث وهو عضو واحد بتم إنتاج البويضة في المبيض في هذا العضو. الآن كيف تتكون الثمرة؟ طبعا يا عاشر الثمرة تتكون نتيجة اندماج حبوب اللقاح، نواة حبوب اللقاح مع نواة البويضة. الآن لما يحدث الاندماج بصير في عندنا إخصاب، هناك بتكون تمت عملية الإخصاب. بعد حدوث عملية الإخصاب تبدأ هذه البويضة المخصبة بالانقسام انقسامات متساوية داخل المبيض، فينضج المبيض ليكون الثمرة. طبعا الثمار تختلف فيما بينها أو تختلف الثمار بعضها عن بعض في أشكالها وألوانها وطعمها، هذا هو الاختلاف في الثمرات، ولكن الثمار تتشابه في تركيبها العام، حيث نلاحظ من هذا الشكل أن التركيب العام للثمرة هو عبارة عن لب وغلاف وبذرة، هذا هو التركيب العام للثمار في النباتات الزهرية. إذن الثمار تختلف عن بعضها البعض في الشكل واللون والطعم، وتتشابه في التركيب العام اللي مكون من اللب والغلاف والبذرة. طبعا هذه الثمرة تحتوي على بذرة واحدة مثل ثمار الدراق والخوف، وفي عندنا ثمار تحتوي على عدة بذور مثل البندورة، الفلفل، البامية، هذه ثمار تحتوي على عدة بذور، وعادة في النباتات مغطاة البذور هي مش عادة دائما النباتات مغطاة البذور، ثمارها تحتوي على بذور في داخلها، تكون البذرة داخل الثمرة. أيضا رح نتعرف اليوم إن شاء الله تعالى على تكيف النباتات للعيش في بيئاتها. طبعا احنا حكينا ان الله سبحانه وتعالى حبى جميع المخلوقات بصفات تساعدها على العيش في بيئاتها المختلفة، فالنباتات اللي بتعيش في البيئة المائية تختلف عن النباتات التي تعيش في البيئة الصحراوية. احنا بنعرف ان البيئة الصحراوية تتميز بشح المياه، هذه البيئات تتميز بارتفاع درجات الحرارة نهارا وانخفاضها ليلا، النباتات الصحراوية تتعرض إلى شدة ضوء عالية في النهار، فهذه الظروف كان لابد للنباتات الصحراوية أنها تتكيف معها وتقدر تتحملها، فتكيفت بسبحان الله تعالى ببعض الخصائص التي حباها الله تعالى بها. من هذه الخصائص أنه جذور هذه النباتات خاصة النباتات الصحراوية تخترق مساحات كبيرة من التربة بشكل أفقي أو عمودي، وهذا بيساعدها على امتصاص أكبر كمية ممكنة من الماء. أيضا النباتات الصحراوية قادرة على تخزين الماء في أوراقها وسيقانها. كما نلاحظ من الشكل العاشر في صفحة 29 هذه بعض النباتات الصحراوية اللي هو نبات الصبار، نلاحظ أنه الأوراق في نبات الصبار تحورت إلى أشواك، ووجود الأشواك بيقلل من عملية النتح وفقدان الماء من النبات. وبعض النباتات الأخرى بيكون في أوراقها صغيرة الحجم، وهذا أيضا بيساعدها على التقليل من عملية النتح. أيضا اللي بيميز النباتات الصحراوية عاشر أن طبقة البشرة فيها طبقة البشرة الموجودة في الساق والأوراق بتكون مغطاة بطبقة شمعية سميكة من الكيوتيكل. ننتقل
الآن إلى مراجعة الدرس صفحة 30. السؤال الأول: أقارن بين النباتات ذات الفلقة والنباتات ذات الفلقتين كما في الجدول المجاور. طبعا الأشكال الموجودة عندي هون بتساعدني في تعبئة الجدول. الوجه الاختلاف: واحد، عدد فلقات البذرة. نلاحظ أن ذات الفلقة مكون من فلقة واحدة، بينما ذات الفلقتين مكون من فلقتان. عدد الأوراق في الزهرة: النباتات ذات الفلقة قد تكون ثلاثة أو من مضاعفاتها، يمكن تكون ثلاث أوراق، ست أوراق، تسعة أوراق وهكذا. أما النباتات ذات الفلقتين بتكون أربعة أو خمسة أو من مضاعفاتها، يعني أربعة، ثمانية، اثناش، أو خمسة، عشرة، خمستاش وهكذا، يعني إما من مضاعفات الأربعة أو من مضاعفات الخمسة. شكل العروق في الورقة: نلاحظ أن ورقة النباتات ذات الفلقة هي أوراق متوازية، بينما العروق في النباتات ذات الفلقتين تكون عروق شبكية. ترتيب الحزم الوعائية في الساق: نلاحظ أن ذات الفلقة الحزم الوعائية كانت مبعثرة في النسيج الأساسي، أما في ذات الفلقتين فالحزم الوعائية مرتبة على شكل محيط. وجود النخاع: النباتات ذات الفلقة لا تحتوي على نخاع، أما النباتات ذات الفلقتين الساق فيها يحتوي على نخاع. السؤال الثاني: أصنف النباتات معرات البذور إلى مجموعاتها الأربعة. مجموعاتها الأربعة هي كالتالي: المخروطيات، الجنكيات، الجنتيات، والسايكديات. السؤال الرابع ثالث عفوا: أصف تركيب الزهرة. طبعا الزهرة كما درسناها سابقا مكونة من سبلات، ومكونة من بتلات، وأعضاء التذكير، وعضو تأنيث واحد بتم نمو البويضة فيه. السؤال الرابع: أتوقع بعض خصائص نبات الشيح الذي ينمو في مناطق عدة من الأردن مثل الصحراء الشرقية. طبعا نبات الشيح هو من النباتات الزهرية مقطعة البذور، له ذو فلقتين. هذا النبات نبات عشبي، يحتوي على زيوت طيارة، له رائحة قوية ونفاذة، طعمه مر، ولكن له فوائد صحية مختلفة. السؤال الخامس مش مطلوب منا يا عاشر، فما في داعي إن نحله. هيك يا عاشر بنكون احنا خلصنا وتعرفنا على النباتات الزهرية والمملكة النباتية وكملنا فيها. ايضا رح نتعرف ان شاء الله تعالى ونبدأ في خصائص الحيوانات واسس تصنيفها. طبعا بشكل سريع هي بس انا ناخذ صفحة 31، يعني رح نتعرف فيها على خصائص الحيوانات واسس تصنيفها. طبعا كما نعرف يا عاشر، الحيوانات هي عبارة عن كائنات حية حقيقية النواة. كائنات حية إذا رقم واحد هي كائنات حية حقيقية النواة، أي أن النواة فيها محاطة بغلاف نووي وتحتوي في داخلها على الكروموسومات. أيضا الحيوانات هي من الكائنات الحية عديدة الخلايا، تحاط بغشاء خلوي ولا تحتوي على جدار خلوي. إذا هي محاطة بغشاء خلوي ولكنها غير محاطة بجدار خلوي. طبعا الخلايا المتشابهة فيما بينها البعض في الشكل والوظيفة بتتجمع مع بعض وبتعطيني نسيج مثل الأنسجة العضلية والأنسجة العصبية. إذا تحتوي على خلايا متشابهة في الشكل والوظيفة، هذه الخلايا تتجمع وتعطيني أنسجة مثل النسيج العضلي والنسيج العصبي. بالنسبة لتصنيف المملكة الحيوانية، تصنف المملكة الحيوانية إلى مجموعتين، إلى الفقاريات واللافقاريات. طبعا نسبة اللافقاريات هي 95%، يعني الأغلب الموجود على الأرض هي عبارة عن لافقاريات. لافقاريات سميت بهذا الاسم لأنها لا تحتوي على عمود فقري، فعشان هيك سميناها اللافقاريات. فهي موجودة على الأرض بنسبة 95% من مجموع الأنواع الحيوانية المعروفة. طبعا فينا خصائص تشترك فيها جميع الحيوانات: أنها غير ذاتية التغذية، أي أنها تعتمد في تغذيتها على غيرها من الكائنات الحية. بعضها بيعتمد على النباتات مثل أكلات الأعشاب، وبعضها يعتمد على اللحوم مثل أكلات الولحوم.
طبعا اللي بيميز الحيوانات انه معظمها ايضا يتكاثر جنسيا، اي انه يحدث التكاثر نتيجه ارتقاء الحيوان المنوي اللي بيكون احاد المجموعه الكروموسوميه مع البويضه احاديه المجموعه الكروموسوميه، فبعطيني بويضه مخصبه. هذه البويضه المخصبه بتتطور وبتصير انقسامات متساويه لتكون الجنين. طبعا الجاميت الذكري غالبا ما يكون صغير الحجم ويمتلك اصوات للحركه تساعده على الانتقال، اما البويضه فتكون اكبر حجما وغير متحركه. الان زي ما حكينا انه نتيجه هذا الاخصاب بعطي البويضه مخصبه بتنقسم انقسامات متساويه، فهذه الانقسامات المتساويه تساعد على تكوين الجنين اللي في احدى مراحل الجنين. كما نلاحظ في عندنا هذه احد مراحل الجنين اللي هي مرحله البلاستولي. ما هي البلاستولي؟ البلاستولي هي مراحل نمو الجنين مبكرة، حيث تكون على شكل كرة مجوفة من الخلايا، يكون هذه أول مراحل نمو الجنين تسمى البلاستولي. بعدين بتتشكل عندنا فوقها طبقات مولدة، هذه الطبقات بتكون أعضاء الجسم المختلفة. يعطيكم العافية يا عاشق.